لا صرف الصحي إذا كرر الشيخ وزالت عدم الرائحة خلاص يكون طائر شيخ. خلاص إذا عولج المياه هذه المستقذرة إذا تم علاجها ونقيت ولم يبق فيها لون نجاسة ولا رائحة نجاسة تكون طاهرة. وأما حكم استعمالها فهذا على قدر ما يقرره الأطباء من رفع الضرر، هذه مسألة أخرى غير مسألة الأولى. مسألة الطهارة يكون طاهرا ما دام ليس في شيء من النجاسة يكون طاهرا. أما مسألة الاستعمال فهذا على قدر ما أو على حسب ما تقرير الأطباء، إذا أثبتوا عدم الضرر فلا بأس بالاستعمال، وإذا أثبتوا وجود الضرر فإن هذه المياه تتقى للأكل أو في إدخالها للجوف، استعمل في جوانب أخرى لعموم قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار.